ما في عطيه. انا ببطل بموريش. ما في عطيه يلا روح. لا بمشكلة. ما في يلا روح روح. عبد الله. نعم بابا. اقعد في البيت ولا تطلع مكان ها؟ اسمع الحكي. الحمد لله على سلامة ولدك طاح على راسه والعامل انقذه وجابه للمستشفى بالسرعة. في مستشفى؟ المستشفى الحكومي. أنا جاي المستشفى الحين. خير أنت يا مان الله. يا مان. أنا ظلمت العامل ولا أعطيته راتبه. ورغم ذلك أنقذ ولدي وأنا لازم أعطي راتبه هذا حقه. أو عماد خلاص أنا في سوري أنا في أعطي سلاري مال أنت شهر شهر ما في تأخير زين هذا حق أنت وحق بوتشا مال أنت عشان نسوي علاج. أوكي أوكي يلا